استعدادات يعني تحسوا ان اللعيبه حاسه بالمسؤوليه. الباسكت لعبه يعني شعبيه ولعبه ليها ناسها وليها جمهورها. الحقيقه بيحط على عاتق اللعيبه طبعا مجهود كبير. زي ما شفنا كره السله رجال، خلينا نشوف اخبار كره السله للسيدات. يواصل الفريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي تدريباته واستعداداته لمنافسات كاس مصر والتتويج بلقبه الثاني بعد حصد دوري المرتبط مؤخرا. في التقرير التالي نتابع ابرز تصريحات الجهاز الفني عن المباريات الوديه خلال فتره الراحه واللاعبات عن استكمال الموسم الجديد. خلينا نشوف التقرير ده عن الفريق الاول للسيدات لكره السله وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله احنا بعد المرتبط خدنا يومين راحه وابتدينا التدريبات. عندنا بس الامتحانات دلوقتي هي المشكله الوحيده بالنسبه لنا، لكن البنات الحمد لله على قدر الامكان منتظمين في التمرين، بياخدوا بس اليوم اللي قبل الامتحان بس هو اللي اجازه بالنسبه للي بيمتحنوا يعني. فالحمد لله احنا الدنيا ماشيه كويس، عندنا نخلص فتره الامتحانات هنلعب ان شاء الله، هنحاول نلعب ماتشين وديين قبل الكاس، نلعب الكاس ان شاء الله. اول مباراه دور هنخش على طول على دور ال 16 مع نادي الطيران، دي اول مباراه، ولسه دور الثمانية بقى لسه مش متحدد يعني، وفي انتظار ان الاتحاد يبعت لنا هنلعب دوري السوبر امتى ان شاء الله. اتمنى طبعا البطولات كلها تكون من نصيبنا يا رب ان شاء الله، لكن السنه دي هو في بريشر اكبر شويه لان الناس خلاص بقت عندها ثقه في فرقه الباسكت بول سيدات في النادي، وباصين لهم ان هم ان شاء الله ياخدوا كل البطولات. انا بحاول اخد يعني البوزيتيف انرجي دي او الطاقه الايجابيه للبنات، واحاول خلاص بقى ان احنا الناس باصه لكم انتوا البطل، ان شاء الله مش هنتنازل عن الدوري والكاس وان شاء الله بطوله عربيه وبطوله افريقيه. ده اللي كنا بنقوله من السنه اللي فاتت، احنا عملنا النص اللي اتفقنا عليه او نص الاهداف. ان شاء الله الدوري والكاس يا رب ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. طبعا الفتره دي في امتحانات، فاحنا طبعا ولسه مخلصين بطوله مهمه وجايين داخلين على بطوله مهمه، فبنحاول ان احنا ما نريحش. نفس الوقت كابتن ايهاب طبعا بيدينا يحاول يدينا يوم قبل الامتحان او حاجه عشان نذاكر، عشان طبعا الدراسه مهمه. بس طبعا احنا بنشتغل كاننا فتره اعداد جديده عشان البطوله اللي جايه. خلاص بقى ننسى اللي فات ونبتدي نركز دلوقتي، وطبعا بنعمل اعداد زي الاول، جيم وتراك وملعب يعني زي الاول بالظبط. ان شاء الله ناخد الثلاثيه ونبقى يعني نحاول نشارك بعد كده في بطوله افريقيه وبطوله عربيه ان شاء الله. طبعا بيحمسنا بيقول لنا احنا خلاص الحمد لله خدنا بطوله، بس نبدا من جديد عشان نركز في البطولات اللي جايه ان شاء الله ناخدها زي اللي فاتت. فيعني كل اللي بنعمله ان احنا بنحمس بعض وبنشجع بعض علشان نقدر ناخد البطولتين الجايين ان شاء الله ونحقق الثلاثيه. احسن حاجه في فريقنا ان احنا مكان الواحده بيبقى فيه ثلاثه واربعه، وكمان الصغيرين طالعين معانا فبيسدوا جامد جدا، وصغيرين كويسين يعني مش وحشين، مستواهم عالي جدا. فاحنا احسن حاجه في فرقتنا ان احنا يعني واحده تقع الباقي يكمل، فما فيش عندنا واحده مش بنعتمد على واحده بس، يعني بقيه الفرق كل واحد بيعتمد على لاعبين او ثلاثه، لكن احنا الحمد لله عندنا بدل الواحده اثنين وثلاثه واربعه، فما عندناش اي مشكله في الاصابات. طبعا بتبقى مؤثره في بعض الحاجات بس يعني مش بتاثر جامد. لا ان شاء الله اتمنى طبعا ان احنا نحقق ثلاثيه عشان بقى لنا كتير جدا ما خدناهاش، يعني يا رب ان شاء الله ناخدهم ثلاث بطولات. واتمنى ان احنا نكسب كل الماتشات ما نخسرش ولا ماتش. كان نفسنا طبعا نكسب ماتش سبورتنج الاخير، بس يا توفيق من عند ربنا. الجديد في كره السله سيدات ان الفكر تغير، الطموحات اتغيرت، الاسلوب تغير، ما بقاش على قد المحل يشوف البنات كلها هم ما سمعوش بعض في التسجيل، ولكن هتلاقي كل البنات بتتكلم بنفس الطريقه، عايزين نطلع ناخد دوري، ناخد كاس، ناخد بطوله عربيه، ناخد بطوله افريقيه. الفكر ده ما كانش موجود في سيدات كره السله، وده الجديد جوه النادي الاهلي الحقيقه سيدات، ويتحسب الحقيقه للجهاز الفني اللي موجود دلوقتي طبعا كابتن ايهاب الالفي والدكتور محمد جاد. خلينا نروح نشوف اخبار سيدات النادي الاهلي للكره الطائره. يواصل الفريق الاول لكره الطائره سيدات بالنادي الاهلي تدريباته للفتره القادمه بعد التتويج بالبطوله العربيه مؤخرا. في التقرير التالي نتابع ابرز تصريحات الجهاز الفني واللاعبات عن استغلال فتره الراحه في التجهيز للمرحله القادمه. خلينا نشوف التقرير ده مع الفريق الاول لكره الطائره سيدات وارجع لحضراتكم تاني. احنا في الفترة دي فترة توقف بتاعة الدوري عشان الامتحانات وكده، والحقيقة احنا استغلنا الفترة دي تجهيز اللعيبة للفترة الجاية. عندنا في اخر الشهر ان شاء الله دور 16 كاس مصر، وعندنا الدور الثاني بتاع الدوري، وفي شهر 3 ان شاء الله بطولة افريقيا في الصالة هنا عندنا في النادي الاهلي. فاستغلنا الفترة دي يبقى فترة اعداد تانية للفريق،
لان ضغط المباراه هيبقى عالي جدا الفتره الجايه، فلازم الفريق يبقى جاهز بدنيا بدرجه عاليه الفتره دي. الحمد لله احنا قبل البطوله كان في اصابات وابتدينا نشتغل معاها واحده واحده وخلال البطوله، والحمد لله تقريبا دلوقتي بنسبه 95% ما عندناش، كله تمام الحمد لله، حاجات خفيفه بنعالجها يعني واحنا شغالين في الاعداد بتاعنا. لو بصينا على المستوى المحلي، لا في منافسه، فريق الزمالك دعم صفوفه، فريق سبورتنج، فريق الشمس بعد ما استغلوا طبعا انسحاب وادي دجله من الدوري، فريق وادي دجله تقريبا اتقسمت على الزمالك والشمس، فطبعا في منافسه قويه في الدوري. عندنا على المستوى البطوله العربيه شفنا الفرق اللي كانت مشاركه على مستوى عالي وعندهم محترفين، متوقع طبعا على المستوى الافريقي هيبقى في منافسه قويه جدا من فرق شمال افريقيا بالاضافه لكينيا والكاميرون ان شاء الله. بالنسبه لنا المرحله الجايه اول محطه عندنا يوم 30/1 ان شاء الله دور 16 كاس مصر مع نادي سموحه، بعد كده عندنا ماتش الشمس نهايه الدور الاول 3/2، ونبتدي في الدور الثاني على طول ماتشات الدور الثاني، ودي هنستغلها يبقى اعداد قوي ان شاء الله باذن الله مع تكثيف التدريبات الفنيه والبدنيه. هنلعب بحمل عالي جدا الفتره الجايه عشان بطوله افريقيا باذن الله. هي اللعيبه ادوا اداء عالي جدا في البطوله العربيه وكانوا عند مستوى طموحنا ومستوى طموح جمهورنا واداره النادي، وقدموا بطوله قويه جدا بطوله عربيه. كل الناس بتتوقع ان شاء الله باذن الله وبتامل فيهم ان المستوى ده يستمر والاداء القوي ده يستمر لحد ان شاء الله باذن الله ما نحافظ او نرجع بطوله افريقيا للنادي باذن الله. نتكلم معاهم على طول نمره واحد في الدوافع النفسيه، بنوجد لهم دوافع نفسيه على طول عشان البطولات المتلاحقه ما يحصل لهمش حاله تشبع من البطولات. تاني حاجه الالتزام في التدريبات والالتزام بالذات في الجانب البدني في الفتره دي بالذات مهم جدا لينا. طبعا احنا لسه خارجين من البطوله العربيه، طبعا خدنا راحه بعدها 3 ايام وابتدينا الاعداد من دلوقتي للبطوله الافريقيه. ان شاء الله الفتره دي الدوري واقف، هنبتدي ان شاء الله يوم 31/1 دور الثمانيه في كاس مصر هنقابل فريق سموحه، ويوم 2/2 هنقابل فريق الشمس. كان الماتش ده مؤجل بسبب البطوله العربيه، وهنستأنف بعديه على طول ان شاء الله الدوري. فاحنا يعتبر احنا من دلوقتي بنبتدي نستعد ان شاء الله للبطوله الافريقيه في شهر 3. طبعا هو ده بيعتبر ضغط علينا شويه، ان احنا الناس يعني اتعودت ان احنا نكسب، فالموضوع ده بقى اصعب بالنسبه لنا، يعني انك تبقى بتكسب ده صعب قوي بالنسبه لك، بتكون كل الناس متوقعه انك ما ينفعش تخسر بمعنى اصح. فان شاء الله يعني احنا اتمنى ان احنا ان شاء الله نكون عند حسن ظن الناس كلها ونقدر نتوج بالبطولات كلها ان شاء الله. طبعا في وادي دجله لما اتفك طبعا في ناس كتير راحوا الشمس وراحوا الزمالك، فابتدى فريق الزمالك ابتدى يدخل في المنافسه. السنه اللي فاتت كان بعيد شويه، فريق الشمس هو طبعا المنافس التقليدي بتاعنا، ففعلا دلوقتي هو سبورتنج حتى ابتدى يشارك في البطولات، اشترك في البطوله العربيه وكده، فالفرق دي كلها يعني ابتدت تنافس شويه احسن من السنين اللي فاتت بكتير. بصراحه هو ده فايده لينا احنا، كابتن حمدي مثلا ده ثالث سيزون ليه، من اول سيزون ابتدى يدعم الفريق بالناشئين من النادي الاهلي، ده طبعا يعني احنا كان عندنا في البطوله الافريقيه كان اللي بياخدوا جوائز فرديه والقاب كان بيكون عندهم 17 سنه، ودي يعني ما حصلتش في اي فريق تاني، ده طبعا بيفيدنا في المستقبل ان احنا عندنا الفرق الصغيرين بتوعنا حتى ابتدوا يسيطروا تحت في فريق 18 و16، ابتدوا يسيطروا على الجمهوريه والبطولات بتاعتهم، وابتدوا ياخدوا خبره معانا هنا في الدرجه الاولى ان شاء الله عشان يكملوا ان شاء الله مستقبل الاهلي ان شاء الله. طبعا الحمد لله احنا خدنا البطوله العربيه، ودلوقتي احنا لازم يعني ان شاء الله ناخد الافريقيه، مركزين على الافريقيه دلوقتي، وطبعا بعد البطوله العربيه مستوانا بيقل شويه، فاحنا دلوقتي يعتبر فرق في فتره اعداد يعني، وان شاء الله يعني نعمل برضو عندنا ماتش اخر الشهر كاس ان شاء الله، يعني مركزين احنا خلال الفتره دي ان شاء الله. طبعا جايب محترفين كويسين، واحنا طبعا وفي مجموعه من الصغيرين كويسين فبياخدوا خبرات اكيد مننا وبيدخلوا في كل التمارين معانا، فاكيد كل ده بيكتسبوا مننا خبره يعني. الموسم ده موسم هيبقى مميز داخل النادي الاهلي، 5 بطولات افريقيا هتتلعب في صاله النادي الاهلي، عايز الجمهور يستعد يشد يعني من ازر لفرقته، محتاجين دخلات جديده، محتاجين شكل جديد. الحقيقه الواحد مستني شهر 3، شهر مارس وشهر ابريل يعني بفارغ الصبر. عندنا بطوله طائره سيدات، بطوله طائره رجال، كاس السوبر رجال، كاس افريقيا رجال، بطوله كاس افريقيا للرجال، والجديد بقى بطوله كاس افريقيا للسيدات. والخبر اللي جاي ل سيدات كرة اليد، يواصل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي ذلك الاستعداد يعني للحفاظ على مستوى الجميع تحسبا لاستئناف المسابقات لاحقا نظرا لظروف امتحانات اللاعبات في الشهر الجاري.
هنشوف في تقرير استعدادات الفريق وابرز التصريحات. خلينا اقول ان الفرقه من فرقه السيدات لكره اليد هتشارك في بطوله افريقيا ودي لاول مره منذ فتره طويله. طبعا كل تمنياتنا بالتوفيق. خلينا نطلع نشوف التقرير ده عن الفريق الاول السيدات لكره الطائره لكره اليد ونطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفي في الفقره الاولى الكابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوه بالنادي الاهلي واللاعبه روان ايمن معاه طبعا ضيفتنا. خلينا نشوف